عايز اسال الاستاذ عبد الله شويه سؤال بعد اذنك اذا سمحت لي. اتفضل استاذ عبد الله. اهلا وسهلا بيك. احنا نعرف ان في السعوديه الشقيقه في مدارس للغناء ظهرت ومدارس جميله، طبعا استاذ طلال المداح العظيم، استاذ محمد عبده، فهل حضرتك تنتمي لاحد هذه المدارس ام ان ليك لون خاص بيك؟ ويا ريت نسمع حاجه اذا سمحتولي. والله الحقيقه انا يشرفني اني اجلس معاكم في سهره البساط احمدي. وبالنسبه لسؤالك يا استاذ، الحقيقه انه الاستاذ محمد عبده الاستاذ طلال مداح كل واحد مدرسه معينه. الفنانين اللي بعديهم يعني اللي شو بعد الاستاذ محمد عبده طلال مداح يعني بداوا البدايه نفسها، بدايتهم على نفس الاسلوب بتاعهم، بس بعد كده الواحد يعني بياخذ له خط معين ينهج النهج. يعني انت بتتبع اي مدرسه فيهم ولا خدت خط؟ لا، المفروض انه الواحد يعني يتخصص في لون معين، فانا الان يعني بديت اخذ خط معين الحمد لله. في امل نسمع حاجه اذا وافقت؟ والله انا النهارده بالذات انا عيان. احنا يعني ممكن نسمعك على قد عياك. يعني مش حننتج العيان، لان بالنسبه للمغني بيقولوا يا ويل اللي قوته من صوت، إذا كان شوية برد، إذا كان شوية زكام، هو شوية بتعجز هذا الفنان عن أداء وجبه. فإحنا مش في لجنة امتحان إلا إذا كان الأستاذ حسام الدين مصطفى عاوز ياخدك في فيلم أو ياخدنا أنا، حاجة من الاتنين. يا أنت يا أنا. أنا كده كده ضامن الموسيقى. هات عودك وسمعنا الحاجة الحلوة. لسه النهارده في حضرتك هتغني ومدام نجوى هتغني ومدام سعاد هتغني واستاذ احمد هتغني واستاذ يونس طبعا هيرقص هيرقص. المفاجاه بقى ان استاذ حسام مصطفى يغني، هي دي المفاجاه. ما انا عارف والصوت حلو جدا. وانا سامع استاذ حسام بيغني قبل كده. كنت عايز اعلق وخروج عن النص، مفيش داعي. الأغنية دي اسمها، أنا افتكرتها من الأستاذة سعاد وهي حاطة إيدها كده. الأغنية دي اسمها يا حليلها ما نامت تتوسد الخد، زي ما هي عاملة كده. خليكي كده على طول عشان يستوعب. اسمح لي اشرح للاستاذ يونس. يا حليله يعني يا حلاوتها او يا جمالها، ما نامتش حاطه دي على خدها، يعني ايديها مخدتها، توصل الخد ايديها مخدتها. انا برضه كده لغايه الروايه بترجع، برضه الساعات برضه انها تفضل عامله كده لغايه ما تخلص عشان يستوعبها. Thank you.
مكتوم. الله اكبر الله اكبر. خلاص سام رد بالنيابه عندنا. قال فين العيا بقى؟ لما انا عايز اساله سؤال هتعيا امتى تاني عشان استاذ شفيق يقول لنا اخر نكته بقى. بس والله حلو قوي. بس بلاش دي، بلاش اللي قلناه. بلاش بره عشان ما نروحش بدري. واحد نزل من القطر محطه مصر لقى عسكري المرور عامل كده، راح داخل في حضنه قال له انت عارف ان انا جاي؟ لا معقول. ممكن احد يعملها من سعيد. طب ما تقول لنا انت نكته يا يونس، احدث نكته سمعتها اللي انت قلتها لي بره. بس ما ينفعش اقول. انا اتقال لي بتاع 7000 نكته، ان اعرف اقول نكته منهم مفيش. كله سبرتو كتير. يونس يونس حقيقي انت يعني طبيعه النسيان دي عندك موجوده ولا هي يعني هي انت في التمثيل؟ في التمثيل ولا انت ساعات ما تجمعش كده وانت بتتكلم كده؟ او سالك تكلمني في موضوع اهو بصي قال لك هتروح ناقل لموضوع تاني. يعني بما ان انا اشتغلت معاك كتير قوي انت عارف على طول بقى بقول لك يا سيدي. لا بس يعني بقول لك يا سيدي دي طبيعه عندك ولا ايه؟ لا ما يعني ايه ممكن تبقى عندك حد. اسمع عيون، بقول لك برضو واحد صعيدي ركب القطر ولابس ساعه شيك قوي كده وحاطط ايده على الشباك، جه القطر الثاني راح واكل دراعه وقال له الساعه. الساعه بس. طب انا عايز اسال استاذ حسام، ليه الافلام الاستعراضيه انقرضت؟ مش عشان انا يعني فنانه استعراضيه، لا والله حقيقي امنيتي بقى ان انا اشوف فيلم استعراضي حلو. انت بتدخلينا يا نجوى في موضوع مهم قوي. وده فتحتي بابه. يا ريت وحضرتك اول من يتكلم. حقيقي اولا الحياه الاستعراضيه في مصر مش موجوده. يعني فرق استعراضيه، كان زمان في فرق استعراضيه كتير جدا وشغالين على مسارح و و و و فكان يبقى حياه الاستعراض موجوده. انا مخرج اروح اشوف كذا استعراض، اقوم يعجبني الجو ده كله اقوم اعمل عنهم فيلم واعمل فيلم استعراضي. انما هنا لما اقول فيلم استعراضي اجيب منين الاستعراض؟ اخلقه واجيب ناس يعملوا لي استعراضات. ده يعني ناقص النصوص ناقصه يعني؟ لا لا ولا الفرق الاستعراضيه. الفرق الاستعراضيه الاستعراضي. بلاكسس حسين في كتير قوي يعني في ممكن استعانه بفرقه رضا، في هي رضا الاستعراضيه ده 40 سنه قوميه. لا في اشبال كتير جدا في مدرسه كتير مليانه كتير. وبعدين رضا والقوميه حكوميه، لا انا عايز استعراضيه يعني في المسارح كتير قوي فرق استعراضيه اقدر اقتبس منها. يعني يمكن بعد اذنك انا دلوقتي كل مسرحيه بروحها او كل فيلم بشوفه يعني معلش ما حدش يزعل مني بلاقي الممثل بيرقص وبيغني وبلاش ما يبقاش يعني الغنوه دخيله على الموقف يعني حاجات دخيله كلها مش فيلم استعراضي. يعني كل فيلم بقى فيه كل فيلم استعراضي كل فيلم استعراضي بيدخلوا فيه حاجات بيدخلوا فيه الغنى والرقص باي صوره، المهم يبقى فيه رقصه مش من الاساس استعراضي. ما بيبقاش من الاساس استعراضي افلام فريد الأطرش، السيناريو بقى اصلا استعراضي. سامية جمال، تحيه كاريوكا، عبد محمود، كريم محمود، كلها افلام استعراضيه. مدام نجوى يعني كل شيء له استاذ. يعني ايام محمد فوزي ايام محمد فوزي وايام انور وجدي كان بيتعمل الفيلم الاستعراضي بيتكلف 7000 جنيه بكل الاستعراضات بكل الاغاني بكل المشاهد. النهارده عشان تعملي فيلم استعراضي لازم تكلفيه 1,000,000 جنيه استعراضي حقيقي. مينيمم 1,000,000 حقيقي مش كده يا استاذ؟ يبقى هي التكلفه. فالنهارده عشان واحد منتج يقدم على انه يدفع 1,000,000 جنيه في فيلم استعراضي مش هيعمله زي زمان برضو لما كان بيتعمل في السنه.